يا لهوي يا هند، لا فرحة 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 فظيعة. يعني بصي امبارح كل حد بيسألني احنا الماتش صعب، وكنت بقول لهم احنا هنكسب. ايوه، انا قلت انا لك كنت قلقانه كان قوي، كنت عندي تقولي احساس مطمنه. جامد ان احنا هنكسب، وبعدين انا عندي طقوس كده في ماتشات الاهلي، بركز كده وبوجه طاقتي يعني، فبيبقى في توجيه طاقة كده. فكنت قاعدة كده حاسة ان احنا فعلا جون ورا جون الحمد لله. فرحة يعني فرحة 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 ده حقيقي، ده حقيقي. ونحيي الجماهير الحقيقه اللي طبعا. على امبارح، انه وجودهم برغم ان هم كانوا فول كاباسيتي، بس ما فيش ولا مشكله. جماهير الاهلي اللي من اول دقيقه في الماتش لحد اخر دقيقه ما سكتوش لحظه، ما فيش ثانيه الجمهور سكت فيها. بالظبط هو اللاعب الاول والاهم الحقيقه. بالظبط، احنا كلنا مبسوطين، وانا بصراحه في قمه سعادتي ومبسوطه جدا 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 بالمكسب اللي حصل امبارح، لان المباراه كلنا عارفين انها كانت صعبه، وكلنا قلنا لا مش هينفع ومش مش هنكسب، لكن احنا جامدين يا جماعه. زي ما احنا جامدين، ممكن نروح في اي حته، ممكن نعمل اي حاجه. فالحمد لله ان احنا كسبنا، وعايزه اقول ان بجد مع كل هدف كان بيجي كنت ببقى بتنطط وببعت على الجروب بتاعنا بتاع الاهلي الجون الاول جه. فالحمد لله فرحه حلوه، وان شاء الله هنفضل نفرح على طول، وباذن الله باذن الله مش هنسيب الدوري السنه دي بتاعنا كده كده